ولا لا؟ اي معلومة؟ عن صاحب الصورة. اي هو شغال مع البلطان، شغال مع البلطان. طبعا انا استفسرت من واحد شبابي كان يشتغل في النادي واعطاني المعلومة. ايش يشتغل في النادي؟ يشتغل في النادي عدوس. لا 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 لا، هو ما يشتغل في النادي، لا هو يشتغل سائق شخصي اسمه محسن العنزي، اعتقد سائق شخصي لخالد البلطان. وبالمناسبة ما شاء الله الناس كلها يعني هذا سواق البلطان، بس السواق السائق الشخصي. ايه بس انا اقول لك حاجة، انا اتصلت على واحد استفسر الحين الخاص في السناب، يمكن 5 أو 6 جاوبوني انه هو بنفس الكلام. انا ما علي اللي في السناب. إيه؟ الشخص اللي انت سالته ثقه ثقه ما يحتاج، وفي نادي الشباب ويعمل في نادي الشباب حاليا؟ لا. طيب، وقال لك ان هذا السائق الشخصي لخالد البلطان. محسن العنزي السائق الشخصي لخالد البلطان. اوكي، يعني ما هو عضو مجلس اداره، ما هو شيء لا 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 في المنظومه الشبابيه كاداره او نادي. لا. طيب، بس هذا اللي كنت احب اسال عنه.